يعني حشر أول مرة تشوف لاعب عمره 37 سنة. 37 وإيش؟ فلورين أنت 38. 38 سنة. وبعدين والله. جاب هدفين في المباراة بالطريقة. والله لا تطبقون السمال أرض ما تجون من الرجال. حققت واسيا. قعد بغلك قعد. يا رجال والله ما تلعبون زي الهلال لو يطق هنا عد. حنا. قد جبت واسيا. حنا يعني فايزين عليكم. النصر يعني فايزين عليكم. هاي. نبغى نفوز عليكم ونبغى الوعد. يا حشر يا حشر لا تضغط الميدان الميدان يا حميدان الميدان يا حميدان هاي عز الله يعزك لا تدف الورع يا ولد لا تدف الورع عشان اصغر منك انا ورع قصدي لا تدف الرجال لا صح نسيت نسيت لا والله رجال بحر لا والله معلش اخطيت على كان اسف ها سامحني بعدين انتم تلعبون ضد الشباب قلبه محروق محروق قلبه خله ما جاء شيء لسه اسمع اسمع اول شيء الشباب ما تعاقد مع لاعبين أيوة. وانا عندي لاعبين الشباب غير فرنايدو لا 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 بدون 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 تعصب خليها خليك مهدي والله نجلدكم في الدوري جلد بعدين متى لعبت زي الهلال الهلال ما هو يلعب مثلي في الميدان يا حميد نادي في السعوديه الهلال ها تحدات جايبين النصر الحين حنا اربعه حنا اربعه اربعه وين جايبين الله يصلح الله يصلح بس الله يصلح لا لا تجيب عندي ود امك ود ام ود حبوك حبوك خلاص خلاص تعوذوا من الشيطان تعوذوا من الشيطان اجلس اجلس ترى بزعل عليكم ترى بزعل عليكم خلاص ايوه كلب خلاص خلاص ما صح النقاش هذا لازم المباراة تكون بروح رياضية صح والله انك عاقل يا سيد نعم ليش تعنصرون زي كذا وليش تخلون عادي الواحد عليكم السلام بيض الله وجهك يا وردي والله يا زين بنتي زينة يعني اللي ما غير يشتغل ورد تعبان هذا سكر حطيه ورد حطيه بيجينا الرجال الحين هذول اصلا ما يستاهلون ان تستقبل والله ما يستاهلون والله اسكت 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 يا خطب اسكت وانت اللي جبت له صح نحدلت عليه وانتم ما تشتغلون بس ما تشتغل ما تشتغلون انت طيب انت تلاحظ انهم ما يشتغلون بس ورده اللي تشتغل نعم بس ما غير هي صح لا وش تبى يا كذابين يا كذابين والله يعني قدامها ما نبغى علشان تسوون يعني انه ما له عليكم فضل صح؟ ما على فضل وش سوينا احنا؟ جات 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 تعال يا ورد الكذابين هذول اللي يقولون ما نبغى عنهم ياكلون ولد البنت هذي لا تدد علي ايش بنات خلاص يا ولد خلاص يا ولد خلاص يا ولد لان الشيطان تعرف بيني وبينها عشرة عمر يا مرحبا يا ابو اصيل يا اهلا وسهلا ومرحبا ملايين نورت هلا بالزين هلا بالغالي ما شاء الله تبارك الله هلا والله الله لا يهينك الله لا يهين مش الله لين يا عمو كيف حالك طيبة يا عمري انت اهلا 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 كيف حال اهلا بالشيخ هلا والله هلا هلا ابو حجر يلا حية كيف حالك طيب تفضل تعال يا اصيل يا حلو كيف حالك طيب مبسوط ايه يا قلبي تفضل تفضل استري تفضل اقرب اقرب اصبر قف على انا اقرب وش بكم وش بكم مره يشكون زي كذا بالله عليك ما يا وش ياكلون وش ياكلون وش ياكلون انشوف يا مرحبا يا مرحبا يا تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا وخر وخر يا بحر تعال يا مرحبا يلا حي الحلوه والله الحلوه جيتك والله يا ابو اصيل يا مرحبا يا مرحبا صبوا لنا القهوه يلا العيال رايحين على مندوب كيف حالكم كيفك يا شام طيبه كيفك يا حلوه الحمد لله مبسوطين ايه
يا مرحبا نورت ونورت ونورت ويا اهلا وسهلا والله يا مرحبا يا ابو اصيل من اللي محلو؟ ايات الشاعر ايات القوي الله بخير اللي محلو من هو؟ بحر؟ اللي محلو بحر يا ابو اذكر الله على عيالي لا تسبهم يا ابو شاي؟ قهوه ابوك عندي يجيني حافي ينزل الصالون هو حافي ما لابس شبشب لا لا ما اتفقنا كذا يعني انت ما تروح تطلع كل حاجه قدام عيالي تكلم الصراحه لا خلي يعني خلك على خفيف خلك خفايف على قولة ما خطيب الله يعطيك الشمشم يعني ويش ما نفهم ينزل حافي حط له مك ابوك عشان احلب لك يا مرحبا والله يا مرحبا يا بوسي والله اني انبسطت اقسم بالله ويوم شفت الحلوين ذولي ومعك اني انبسطت زين هذول انبسطوا يوم قلت لهم يلا من يلا من نمشي عند عمو بحشر يا هلا والله انبسطوا يا هلا والله وسهلا منورين يا هلا بالزين كله هلا والله بشام هلا والله بغلو هلا والله باصيل البطل شكرا العفو يا قلبي سبحان الله سبحان الله يعني ها حلو يا اخواني ليش ركبهم صوت ركبهم بيضهم خلاص خلاص اسكت بعدين شوف مين اللي ود الصحون قدامهم وشالهم قدام والله العظيم انك فاشل اقسم بالله انك بحر بحر شال حط الصحون قدام البنات ايش ياكلون عشان بحر يا بحر يا بحر لا لا اسال اصيل اسال اصيل اسال اصيل اسال اصيل اساله اساله بيجي بالعيد اي سولف مع اصيل اسال اسال يا بحر انتم ايش تاكلون؟ ها؟ ايش تاكلون؟ ايش تاكلون انتم؟ اسال اصيل ما لنا دخل احنا ما احنا يا لؤي من حين شفناك حبيناك يا ولد انت كيوت مزه يا حبيبي يا كيوت مزه ما حبيت الا من حبك والله بالعكس حبيبي والله بحر معلمك تقدر تجي كل يوم عندي لك عيال كل يوم تجي انت وعيالك واذا انت مشغول عاد روح خلي والله بعلمك ايش والله يومين ما تلقى عندك شيء ثاني اقول لك تلقى حاجه خذوني عادي والله استغني عن العائله كلها هذا من زينه بالله احد والله بحر استغني على قم اخذه ورحنا قم طيب يا باشا ايوه يا باشا قلم مصري ايش تاكلون انتم ناكل لبنه وتبوله تقبر قلبي ابراي ابوي معي في البرايه الله يوفقك يا شيخ الله يوفقك ركبتي ماي نظافه طيب وش غير عندك وش تاكلون وش في الليل ايه وش تاكلون ناكل مشاوي احيانا هذا العدس اللي خلى ركبتي تصير سوداء علمك انه لا تاكل عدس نبغى تبوره بكره الصبح تبوره وش يا فلورينا من وين اجيب لك تبوره من وين قل من وين تشترونها من وين تشترونها تبوله سوبر ماركت من وين يعني يشترونها صح صح سؤال غبي مثلك خلاص بكره تبوله وش كمان مشاوي دقيقه